هعمل لك حاجة حلوة قوي، ايه هي يا مامتي؟ هعمل لك حمص الشام. الله، زي اللي بيكون موجود في عربيات على الكورنيش. هنعمله زيه بالظبط وبطريقة سهلة جدا. تيجي ونعمله ونوريه لأصحابنا. يلا بينا يا مامتي، بس قبل ما نعمله يا صحابي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتم لسه جداد. بحبكم قوي. يلا بينا نشوف الطريقة. جبنا حلة وحطينا فيها ربع كيلو حمص وكنا غسلينه كويس قوي ونقعناه لمدة 8 ساعات، وهننزل عليه بحوالي لتر ونص مية مغلية وممكن أكتر على حسب ما تحتاج، وهنرفعهم على النار. بعد كده هننزل بلومتين مقطعينهم شرايح، هنحط فصين ثوم وهنحط بصلة متقطعة، وآخر حاجة هننزل بيها كوباية عصير طماطم، وهنسيبهم بقى يستووا مع بعض. وطبعا الحمص احنا كلنا بنحبه، وزي ما هو جميل وبيدفينا كمان ليه فوائد كتيرة جدا، زي مثلا ان هو بيعتبر من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي اللي بتساعدنا على تجديد أنسجة الجسم وبناء العضلات والعظام. وكمان الحمص غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان اللي بتعطينا شعور بالشبع، وكمان بيساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، وبيحافظ على صحة القلب والشرايين. وإلى جانب دوت، الطماطم اللي بنضيفها عليه هي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وكمان البصل والثوم اللي بنحطه عليه بيعمل على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. كمان شرايح الليمون اللي حطيناها عليه هي غنية بفيتامين سي اللي بتقوي جهاز المناعة. وكمان الحمص بيعتبر فعال في رفع مستوى الذاكرة والذكاء والإدراك. وأول ما يبتدي يدخل في السوا هننزل بقى بمعلقة ملح، معلقة كمون، وطبعا الكمون ليه فوائد عظيمة ان هو بينظم حركة المعدة والأمعاء وتنظيم عملية الهضم. وهننزل بقى بحوالي 3 ليمونات معصورين عليهم، واخر حاجة هننزل بيها هي معلقة الشطة. والشطة ليها فوائد جميلة جدا، ان هي بتعمل على زيادة معدل الحرق اللازم لانتاج الطاقة اللازمة للشعور بالتدفئة، وكمان بتطهر الزور، فهتبقى جميلة قوي في الجو دوت. وكده يعتبر الحمص استوى، وبعد ما استوى بقى هناخد منه كوباية مية، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هنحط عليها بقى معلقة شطة وهنقلبها كويس، وده طبعا عشان الناس اللي بتحب الشطة تزود عليها. الشطة اللي احنا جهزناها لو حد بيحب الشطة زيادة طبعا بنحطها. وده بقى الشكل النهائي للحمص، جميل جدا زي بتاع بره بالظبط وطعمه جميل قوي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.